كل إنسان بيمرق بأوضاع بيكون فيها بحاجة لاستشارة قانونية وحقوقية. ليجل انترو مساحة إلكترونية بتفتح مجال لاستشارة وتعيين نخبة من المحامين الجاهزين لتولي كل القضايا القانونية. أنا اسمي كريم شياب، أنا محامي، صار لي تقريباً 10 سنوات في الإمارات، بس اشتغلت أيضاً في بعض دول الخليج بس دائماً من خلال الإمارات. طيب، في أقول كريم أنك قطعت بتجربة شخصية يمكن خلتك تطلع بهيدي الفكرة لحتى تصير أونلاين من مكتب لأونلاين، أو مجرد فكرة بزنس فكرت أنه معقول توصلك لمطرح؟ الفكرة إجت بعد العمل والممارسة اللي مارسته خلال السنوات السابقة. الفكرة إجت نتيجة إنه أنا لاحظت إنه في فرق ما بين اللي بيحتاجوه الأشخاص وأصحاب الشركات وما بين الطريقة اللي بتشتغل فيها مكاتب المحاماة، وهذا الإشي يعني بيبين وموجود في العلاقة ما بين الأشخاص والمكاتب المحاماة، ابتداء أيضا أنهم تعرفوا على الأسعار اللي بتتطلبها المكاتب المحاماة، موضوع الشفافية، موضوع الشفافية في الوقت اللازم لإتمام العمل من قبل المحامين. ففي عدد من المشاكل اللي حاولت أعالجها أو حاولنا نعالجها through legal intro. إنه يستشير الزبون عبر الإنترنت، شو بتفرقه وقديه بتفرقه عن الاستشارة المباشرة؟ السهولة في الحصول على الاستشارة كثير بيفرق من ناحية وقت وجهد. يعني مع legal intro بإمكان الشخص إنه ببساطة يختصر الموضوع القانوني اللي بيواجهه، ومن ثم هذا الموضوع أو هذا الطلب بيتم أوتوماتيكيا توزيعه على أكثر من مكتب محاماة بحسب الاختصاص، ومن ثم بيجي العروض من قبل مكاتب المحاماة على الأكاونت تبعه أو على الإيميل تبعه، فبالتالي العملية كثير أسهل وكثير أسرع من الأوفلاين. كريم، للأشخاص اللي بعد بدوا يتعرفوا عن جديد على موقع ليجل انترو، شو فيك تعطيهم نصايح يقدروا يستفيدوا منها؟ يعني الموقع بسيط، يعني حاولنا نبسط المسألة بقدر الإمكان. في عنا خدمتين رئيسيتين اللي هي request free quote اللي هو طلب عرض من المحامين، أو talk to a lawyer. هاي talk to a lawyer للمسائل المستعجلة، غالبا ما تستخدم للمسائل المستعجلة. request free quote، خلينا نمشي بالخطوات. الواحد بيكبس على request a free quote، بكل بساطة بيترك المعلومات، الاسم، الرقم التليفون إلى آخره، بيشرح شوي عن موضوعه القانوني اللي بده المحامي يعالج له إياه. هذا الريكوست أوتوماتيكيا بينبعث على المكاتب المحاماة، وبيبلش المستخدم في حسابه الخاص توصله عروض من مكاتب المحاماة. هنا طبعا زي ما قلت لك تكنولوجيا كثير عاليه بالنسبه للسيكوريتي وبالنسبه لكيف كل المسائل تترتب بشكل مستمر. خلينا نقول أوكي. يعني هذا مثال عن العرض اللي بيوصله للمستخدم على ايميله وعلى حسابه الخاص. بيصير يقدر يشوف المحامي مين هو، بيقدر يشوف السعر، بيقدر حتى يقوم بعمليه الدفع بعده وسائل، بيقدر يشوف إذا في أي شروط للمحامي، وأيضاً بيقدر يتعرف أكثر على المحامي بأنه يشوف البروفايل تبع المحامي، يعرف كل المعلومات عنه والخبرة السابقة وإلى آخره، وبيقدر أيضاً أنه يحدد مثلاً اتصال هاتفي مع المحامي ويختار الموعد والوقت اللي بيناسبه حتى يحصل على الاتصال. اوكي، هلا في حال محامي خلينا نقول هو بده يعمل ابلكيشن، بده ينضم لكم، نعم، شو لازم يعمل؟ بيقدر يتواصل معنا على الايميل، وايضا يعني بيقدر انه يتصل فينا اذا لزم، واحنا هنا حاطين ايميل للمحامين حتى يتقدموا لنا بطلباتهم. إذا إحنا قبلنا الطلب بتبلش مرحلة التعرف على أكثر معلومات عن التجربة، عن الخبرة،
وبعدين بنقوم بزيارة المحامي وبعدين بيتم القرار إذا يعني المحامي ينضم ولا لا. كريم، مثل ما سبق وقلت لي أنه ما بتتدخلوا بالأسعار اللي بحطوها المحامين، خلينا نقول في زبون ما بقدر يتحمل كلفة القضية اللي لازم يدفعها للمحامي، هل بيصير في خصومات أم كمان أنتم ما بتتدخلوا؟ العملية بتتم مباشرة أو التوظيف بيتم مباشرة ما بين الأشخاص وما بين المكاتب المحاماة، فبالتالي إذا في أي مشكلة بالنسبة للدفعات أو إلى آخره هذا بيضل بين المحامي والمستخدم. بس بشكل عام اللي بحب أحكيه هنا إنه الأسعار يعني نعمل جهدنا كمان إنه نحاول مع مكاتب المحاماة إنه يعملوا بقدر الإمكان تخفيضات على الأسعار، وبالمقابل منشجع الأشخاص إنهم يقوموا بالدفع مسبقاً إذا ما كان العمل مطلوب كبير أو على دفعات، منحاول إنه نشجع إنه يتم الدفع كامل من البداية حتى تكون الأسعار مخفضة بقدر الإمكان. كريم، شو بتقدر تنصح الأشخاص من وراء تجربتك الخاصة أكيد اللي حابين يخطوا أول خطوة ويبلشوا شركتهم الخاصة بس بعدهم مترددين شوي؟ إنهم ما ينسوا يعملوا ميزانية ولو بسيطة لكل شيء قانوني، ويحسبوا حساب يعني الوقت المطلوب والجهد المطلوب وبس، وبعدين يعني ينطلقوا. بعد كل هول التحديات اللي قطعتوا فيها أكيد اللي هي عطول مستمرة واللي بتخليكم تتقدموا، وين بتشوف ليجل انترو بالمستقبل؟ خلينا نقول يمكن بعد سنة، بعد 5 سنين أو حتى 10 سنين من اليوم. أول هدف لنا إنه يعني ننطلق من الإمارات للخليج العربي للجي سي سي، نعمل المنصة بعدة لغات اللي هي حاليا بلغة واحدة، وبدنا إياها تصير بالعربي وبالإنجليزي وبالفرنسي بأسرع وقت ممكن. إن شاء الله عطول تقدروا تساعدوا الناس، ومن تقدم لتقدم. شكرا كريم. الله يخليكي. شكرا. القوانين والتشريعات مش ضروري تكون معروفة عند كل العالم بالرغم من أهميتها. ليجل انترو بتأمن احترافية بالدفاع عن أصحاب الحقوق، وبتشكل ملجأ لكل من بحاجة لمحامي محترف.